يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يعلم معنى كلمة لا إله إلا الله ويكتفي بنطقها بدون فهم لمعناها، فكيف أعلمه علما بأنه كبير في السن؟ أعلمه معنى لا إله إلا الله اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وإن كان على شرك أن يترك الشرك ويرجع عنه. أما إن كان أنه ما يعبد غير الله لكن يجهل معنى لا إله إلا الله، تبين له إن معناها اعتقاد بطلان عبادة غير الله عز وجل. نعم.